اخش على اللوجن دلوقتي، وطبعا عشان انفذ جمله سيلكت عشان يجيب لي اليوزر نيم والباسورد، فانا محتاج ان انا اعرف كمان زي ما عرفت كونكشن اعرف مين سي ام دي از نيو اولي دي بي كوماند المره دي، اولي دي بي كوماند المره دي. خلاص حلو، واجي هنا الكوماند زي ما اتفقنا بيحتاج مني ايه؟ معلومتين فاكرين مش فاكرين؟ الكونكشن والكوماند تكست. بقول له سي ام دي دوت كونكشن، قال لي الكونكشن ايه هو؟ كونكشن عايز يوصل للداتابيز، يعني اوصل للداتابيز ازاي؟ قلت له ما هو الكونكشن ده عارف اصلا الكونكشن سترنج وعارف طريقه الداتابيز وبيفتحها وبيقفلها وزي الفل. يعني ايه؟ قلت له يعني خد الكونكشن يوصلك، اكنك في واحد بيقول لك انا عايز اوصل للداتابيز ازاي، قلت له هو ده عارف الطريق خد يوصلك. فهو السي ام دي قال لي انا عايز اعرف الكونكشن، قلت له الكونكشن هو السي او ان ان خده. خلاص طيب، وبعد كده اقول له يا سي ام دي دوت كوماند تكست. كوماند تكست هو نص الامر المراد تنفيذه على الداتابيز، نص الامر المراد تنفيذه على مين؟ على الداتابيز، اللي هو المفروض هيبقى هتبقى جمله سيلكت هنكتبها هنا، هنكتبها هنا ربنا يسهل، جمله سيلكت هنكتبها هنا. خلاص لسه ما كتبتهاش دلوقتي. وما بين اوبن وكلوز هنا هتعامل مع قاعده البيانات، بس المره عايزين نشتغل على كلمه ايه؟ على السيلكت، على البحث، عشان ادور على اليوزر نيم والباسورد دول. فامسح دي كده هنا اهوت، وما بين كونكشن دوت اوبن وكونكشن دوت كلوز اقول له سي ام دي دوت اكزكيوت ريدر. دوت اكزكيوت ايه؟ واحنا عرفنا ان الاكزكيوت ريدر دي بتنفذ جمله مين؟ السيلكت، وترجع لي جدول. الجدول ده انا عايز احطه جوه داتا تيبل صح ولا لا؟ فانا عايز اعرف كمان داتا تيبل، قام جاي هنا فوق قايل له دايم تي بي ال از نيو داتا تيبل. يبقى الحته اللي فوق دي عرفت فيها المتغيرات كلها ايه؟ الكونكشن والكوماند والايه؟ وداتا تيبل. اديت الكونكشن اللي هو عايزه، واديت الكوماند اللي هو عايزه المعلومتين. نيجي للتيبل لازم يتملي. بيتملي ازاي؟ ب تي بي ال دوت لود. بيتملي بيملاه؟ بيملاه السي ام دي لما اكزكيوت ريدر. فقام جاي هنا واقول له يا تي بي ال دوت لود، انا ارد من مين؟ قلت له لما السي ام دي يعمل اكزكيوت ايه؟ اكزكيوت ريدر. لما يعمل السي ام دي اكزكيوت ايه؟ اكزكيوت ريدر. تي بي ال دوت لود، واديته السي ام دي دوت اكزكيوت ريدر، فكده جمله السيلكت هتتنفذ وترجع لي بيانات تحطها جوه مين؟ جوه التي بي ال بتاعتي، واصبح التي بي ال مليان بالبيانات. دي لوحديها كده لغايه هنا. لما اقول له يا سي ام دي دوت اكزكيوت ريدر ايه اللي بيحصل؟ سي ام دي دوت اكزكيوت بينفذ ريدر، بينفذ جمله ايه؟ جمله سيلكت. هينفذ الجمله دي ويرجع لي بيانات، لازم استقبل البيانات اللي هترجع دي. البيانات اللي هترجع دي انا عايز احطها جوه مين؟ اعبي التي بي ال بيها، املى التي بي ال بيها. فقام جاي هنا قايل له ايه؟ يا تي بي ال دوت لود. لود يعني ايه؟ املى. املى منين؟ قلت له لما الكوماند اكزكيوت ايه؟ يكزكيوت ريدر. فقلت له تي بي ال دوت لود، املى بياناتك من الكوماند من السي ام دي لما يكزكيوت ايه؟ فده هيعمل اكزكيوت ريدر، فينفذ جمله سيلكت ويرجع البيانات ويملى بيها مين؟ التي بي ال. ويملى بيها مين؟ التي بي ال. اصبح التي بي ال دلوقتي مليان بالبيانات اللي راجعه من جمله السيلكت اللي انا كتبتها، اللي لسه هظبطها بعدين. جمله السيلكت اللي انا ايه؟ اللي انا كتبتها. حلو قوي. خلاص؟ عايز دلوقتي اتاكد البيانات اللي رجعت دي، هل في بيانات ولا مفيش بيانات؟ لو كان مفيش سجلات يبقى اليوزر نيم او الباسورد مش موجودين. لو كان مفيش سجلات يبقى اليوزر نيم او الباسورد مالهم؟ مش موجودين. يبقى اليوزر نيم والباسورد فيهم حاجه غلط. يبقى اليوزر نيم والباسورد فيهم حاجه ايه؟ غلط. اما لو جاب لي بيانات يا سرحانين، لو جاب لي بيانات يبقى كده معناه ان اليوزر نيم والباسورد صح، ولقى حد باليوزر نيم والباسورد ده في الداتابيز. لقى حد في الداتابيز باليوزر نيم والباسورد دول، يبقى معناه ان اليوزر صح. فانا عايز اعرف عدد السجلات اللي رجعت من الداتابيز. ممكن اقول له اف لو التي بي ال دوت الروز اللي جواه دوت كاونت، يعني لو عدد الصفوف اللي في الجدول طلعوا بيساووا واحد يبقى ايه اللي حصل؟ لو بيساووا واحد يبقى ايه اللي حصل؟ حد بيرد. يبقى في بيانات، يبقى اليوزر نيم والباسورد نزل جوه الداتابيز ولقاهم وجاب بياناتهم. يبقى اليوزر نيم والباسورد مالهم صح. لو صح مؤقتا كده هقول له في ال بي ال مسج اللي احنا كنا حاطينها بره الليبل، فاكرينه؟ قول لي اليوزر
كوريكت او كوريكت يوزر، ماشي ما علينا. كوريكت يوزر يبقى لو لقى عدد السجلات اللي في الجدول واحد يبقى كوريكت ايه؟ كوريكت يوزر، يوزر سليم. إلس يعني ايه إلس بقى؟ ما عدا ذلك. يعني ايه ما عدا ذلك؟ يعني ما جابش ولا صف. لو ما جابش ولا صف ولا ممكن يجيب اكتر من صف؟ استحالة يجيب اكتر من صف. عشان احنا بنقول له هب باليوزر نيم ده، واليوزر نيم ده اصلا برايمري كي، يبقى هيلاقي حد بالاسم ده، ما يلاقيش، ما ينفعش يلاقي اتنين بنفس الاسم، صح ولا لا؟ عشان بدور باليوزر نيم، فيجيب واحد يا ما ايه؟ يبقى إلس معناه ان هو ما جابش، يبقى اقول له في الحاله دي ال بي ال مسج دوت تكست، هقول له هنا ايه؟ يوزر نيم او الباسورد انكوريكت، يوزر نيم او الباسورد انكوريكت غلط، اليوزر نيم او الباسورد غلط، يا اما اليوزر صح اقول له اليوزر صح بس. تعالى بقى لجمله مين؟ السلكت اللي احنا عدناها الطبيعي اللي انتوا خدتوه اللي هو الصريح الوضيح الجريء على الداتابيس، كنا هنكتب كده سلكت استرسك فروم اسم الجدول ايه؟ مش فاكر، راح افتح السيرفر اكسبلورر، جدول اسمه ايه؟ اسمه يوزرز، اسمه ايه؟ يوزرز. يوزرز في حق اليوزر نيم وفي حق اسمه باسورد، اقول له سلكت استرسك فروم يوزرز، وير ان اليوزر نيم بيساوي علي and الباسورد بيساوي 1 2 3. حد معترض كده؟ دي جمله انت عاديه بالنسبه لكم خالص، صح ولا لا؟ حدش بيرد عليا، يبقى صح، جمله عاديه خالص. لو خدتها ممكن اخدها كوبي واروح انفذها على داتابيس دايركت، يعني لو رحت كده على سيرفر اكسبلور اهو، ادي الداتابيس بتاعتي اللي اسمها وير هاوس دي بي، لو عايز انفذ اي جمله استعلام او اي جمله بتاع، ممكن اعمل كليك يمين واختار نيو كويري، نيو ايه؟ نيو كويري، واجي هنا ومعامل ايه؟ ومعامل بيست، ادي الجمله سيلكت استر فروم يوزرز وير اليوزر نيم علي والباسورد 1 2 3، اعمل كليك يمين واختار اكزكيوت اس كيو ال، جاب لي ايه؟ جدول، والجدول ماله؟ فاضي فاضي، يعني حسب مش مسجلين حد اساسا، واحنا مسجلين يوزرز عندنا في الداتابيز لسه. طب روح اسجل شويه يوزرز كده، اعمل كليك يمين، اه هنا ما بيسجلش، ماشي نسجله بالاكسس. ايه ده، هي ده بيزنس اسمها وير هاوس؟ لا بتهزروا، بيزنس عندنا ما اسمهاش وير هاوس. روح كده بص على السوليوشن اكسبلورر، ده بيزنس عندنا كان اسمها ويب سايتس، كان اسمها ويب سايتس اهي. كليك يمين واقول له اوبن ويز مايكروسوفت اكسس، اوكي، ومن اوبشنز اختار انيبلد وادوس اوكي، ماشي ما علينا. الجدول بتاعنا كان اسمه ماي يوزر مش يوزرز، افتحوا كده اهو، ممكن اقول اليوزر مثلا اسمه احمد والباس 1 2 3، والباركود لغايه ما نشوف مشكله الباركود كده، الايميل بتاعه اسمه احمد @gmail.com، وفي علي 1 2 3، والباركود بتاعه اهو، واسمه علي @yahoo.com. كفايه اتنين بس، عايزين واحد مهم اسمه ادمن. ايه الادمن ده؟ مفيش ادمن عندنا، مش محتاجين ادمن. سمير 1 2 3 4 hotmail.com. خلاص كده تلاتة يوزرز كده ضفناهم عشان بس يبقى فيه ايه؟ في بيانات. وتعالى نجرب بقى، احنا عملنا على مين؟ على سيلكت استريك مش فروم يوزرز بقى. فروم يوزرز دي هتطلع ايرور على طول، هيقول لي الجدول ده مش موجود. احنا عندنا اسمه ماي يوزر، الجدول بتاعنا اسمه ماي ايه؟ ماي يوزر اهو، والحقل اسمه يوزر والحقل اسمه باس، مش يوزر نيم ولا باسورد. يبقى الحقل هنا اسمه ايه؟ يوزر مش يوزر نيم، والحقل هنا اسمه ايه؟ باس. خلاص كده؟ يبقى دي الجمله بتاعتنا. طبعا انتوا برضو عارفين وشاطرين وعارفين ان احنا لو رحنا على الداتابيز ونفذنا الجمله دي، يعني نخش على كرييت
كرييت فين في كرييت بتاع دوت كرييت كويري ديزاين كويري وكليك يميل وبنختار اس كيو ال صح وبنكتب هنا الجمله اهي سيلكت اسيت فروم ماي يوزر اقول ان اليوزر علي والباسورد 1 2 3 لو عملنا كده رن جاب لي ادي بيانات مين اي بيانات علي صح فاكرين فاهمين الفكره دي طيب احنا عايزين نوصل بقى هنا بقى تعال نجرب الكلام ده هنا هيحصل ايه اعمل ستارت وادوس لوجن قال لي اليوزر ايه كوريكت لان علي 1 2 3 صح كده ولا لا صح طب لو كنت قلت له مثلا علي اتش هل في علي اتش 1 2 3 لا طبعا لو جينا عملنا ستارت ودوسنا على لوجن قال لي اليوزر نيم او الباسورد مالهم غلط صح ولا لا كده مظبوط مظبوط حلو قوي بس انا مش عايز كده وانا فاتح بقى البرنامج كل ما احب ادخل يوزر يغير في الكود لا طبعا انا عايزه هنا يدخل هنا مثلا علي 1 2 3 يبقى خلاص يبقى علي 1 2 3 دخل سمير يبقى سمير يبقى على حسب اللي دخل هنا مش تبقى ثابته في الكود كده مش تبقى ثابته في الكود كده عايزه بقى الكلمه علي اتش دي تيجي من هنا وعايزين برضو الباسورد لما يجي يتكتب يتكتب بيبقى مخفي ها ما ينفعش كده الباسورد يبقى ظاهر كده وخد بالك ان الليبل لما كبر طلع فوق الزرار شايف واخدين بالكم ولا لا يعني عايزين الليبل ده ينزل سنه كده ينزل سيك خلاص طيب عندنا مشكلتين المشكله الاولى ان الحته دي بتاعت علي اتش دي انا عايز اجيبها من التكست بوكس صح في عندي طريقتين طريقه اسمها string dot format وطريقه اسمها concatenation الدم خدنا الدم احنا قبل كده اللي هي العلامه دي فاكرينها علامه الكونكات الكونكات دي علامه الامبرساند لما خدناها في مثال الاري بتاع الليست بوكس بتاع الموظفين ده كنا بنطلع اسمه جنبيه المرتب وجنبيه كنا عاملين نلزق جنب بعضهم صح في حاجه اسمها سترينج دوت فورمات اخد انا سترينج دوت فورمات عشان خدنا الثانيه قبل كده سيم يوزر كوماند تكست وقام جاي هنا او مايلي سترينج دوت فورمات يعني ايه سترينج نص فورمات نسق للنص التالي شايفين النص احنا كتبناه ده احنا قلنا ان الحته دي بتتغير مش ثابته صح وعايز اقول الحته دي بتتغير وعايز اقول له هتجيبها من التكست بوكس اللي اسمه تي اكس تي يوزرز دوت تكست صح عاملها ازاي طالما الحته دي بتتغير بس السنجل ما بتتغيرش والسنجل هنا ما بتتغيرش هي كلمه علي اتش بس هي اللي بتتغير او عامل قوسين مجموعه واقوم حاطط صفر في النص ايه معنى صفر دي بقى معناها اول حته بتتغير او قوسين مجموعه كده واقوم عامل صفر بقى معناها ايه ان الحته دي هتتغير مش ثابته لكن كل اللي هيخش هيبقى سيلكت واسترسك فروم والجسم الجدول مش هيتغير اسم ماي يوزر كل الكلام ده ثابت لكن الكلمه اللي هنا دي هتتغير طب والباسورد والباسورد كذلك والباسورد كذلك اقوم جاي على كلمه 1 2 3 دي اقوم شايلها واقوم حاطط هنا قوسين مجموعه واقوم كاتب واحد ليه واحد دي تاني حته بتت ايه وهكذا لو كان عندي 20 حته امشي بنفس الطريقه 0 1 2 3 4 5 لغايه الاخر بحيث ان انا كل قيمه بتتغير اشيلها واحط مكانها قوسين مجموعه وصفر قوسين مجموعه واحد قوسين مجموعه اثنين قوسين مجموعه لغايه الاخر عشان افهمه ان الحته دي بتتغير من مكان لمكان حلو طالما انت قلت لي ان اليوزر نيم ده قيمته بتتغير طب انا هجيبها منين لازم اقول له تجيبها منين لازم اقول له تجيبها ايه منين يبقى ادي بدايه الدبل كوتيشن وادي نهايتها صح اما واخد كوما هيقول لي ابعت لي اول واحده اللي هي ارجمنت زيرو ارجمنت زيرو اللي هي اول واحده اللي هي دي اللي هي مين اللي هي دي هيقول لك جيبها منين قلت له اجيبها من تي اكس تي يوزر دوت تكست خد كوما قال لي طيب اللي بعده اللي هي بقى رقم ايه رقم واحد هتجيبها منين قلت له من تي اكس تي باسورد تي اكس تي باس دوت تكست واقفل القوس كده هيحصل ايه بقى اللي هيحصل بالظبط هيجي يقوم شايل دي بس اثناء التشغيل اثناء التشغيل يشيل القوسين دول وصفر يرميهم ويروح على التكست بوكس اللي اسمه تكست يوزر دوت تكست مكتوب فيه ايه
ويحطه بدل من الكوسين والزيرو. وبعدين يجي على دي الكوسين والواحد دول يترموا ويروح يشوف المكتوب فين في التكست بوكس بتاع الباسورد ويحطهم بدل من الكوسين والواحد. فتيجي الجمله زي ايه كما قال الكتاب بالظبط. بس بقى ايه بعد ما يجيب اللي موجود من التكست بوكس ويحشره، بقى يجيب اللي موجود في التكست بوكس وايه ويحط. تمام كده؟ في مشكله؟ طيب نجرب. حطيت عوض 1 2 3 وقلت لوجن، قال لي اليوزر نيم والباسورد دول مالهم غلط. نسينا نخفي التكست الكلام المكتوب هنا وننزل الايه الليبل ده شويه. قلت له ماشي خلينا في سمير واعمل لوجن. قال لي غلط. امال ايه؟ سمير 1 2 3 4 لوجن. قال لي يوزر ايه كوريكت. فكده بقى الشغل بقى تمام. عايزين نظبط الحاجتين الاخرانيين بتوعنا دول، ان انا اوسع الفورم دي شويه وراح اشوف الليبل اللي هنا ده انزله ايه تحت، وعايز دوت يحصل له ايه يا مخفي. اروح على البروبرتيز بتاعته الاقي خاصيه اسمها باسورد كاركتر. ايه دي بقى؟ حط اي رمز هنا، اي رمز تحطه هنا بدل اللي هو بيكتبه وتحط الرمز. يعني ايه؟ يعني مثلا احط على سبيل المثال علامة اد. احط علامة اد كده كل لما يجي يكتب اي حاجة في الباسورد او مثلا اكتب اي حرف يطلع لي ايه؟ اد، بحيث انه يكون مخفي بيتشفر بالحركة دي، بيتشفر بالايه؟ بالحركة دي. حاجة انا حاطط له مثلا ايه؟ نجمة مثلا. نجمة وقوم عامل ستارت كده. هو لما اجي اعمل اي حاجه كده اللي بيحصل؟ تطلع في شكل نجوم، تطلع في شكل ايه؟ نجوم. تعالى بقى نجرب. علي 1 2 3 ادوس انتر. ما ينفعش، لازم ادوس بالايه؟ بالماوس على لوجن. بس الناس معروفه دايما بتدوس انتر وخلاص، صح؟ ما علينا. لما دوست كلمه لوجن قال لي يوزر ايه؟ كوريكت يوزر. غيرت الباسورد ودوست لوجن، قال يوزر نيم وباسورد غلط. عايز الزرار ده اول ما ادوس انتر على طول يشتغل؟ عايز كده؟ خلاص مش هيعمل لك كده. اقف على الفورم كده في اي حته فاضيه وخش على الخصائص. خصائص مين؟ خصائص الفورم. وروح عند حاجه اسمها اكسبت باتن. اكسبت باتن يعني الزرار بتاع الموافقه، اللي هو لما يدوس انتر يبقى على طول شغال. لما يدوس انتر يبقى على طول ايه؟ شغال. هنختار ايه؟ اما اختار بي تي ان ايه؟ لوجن مفيش غيره. بي تي ان لوجن مفيش ايه؟ غيره. كده لما ادوس على ستارت واقوم كاتب علي او ادوس انتر على طول كده هيقول لي اليوزر نيم والباسورد غلط. بانتر على طول. لكن كتبت علي وتاب 1 2 3 ودوست انتر قال اليوزر ايه؟ كوريكت بشكل ايه؟ مباشر. خلاص كده؟ حلو. بس مين قال لك ان انا عايز يقول لما يكون اليوزر صح يقول لي اليوزر كوريكت؟ ما انا عارف انه كوريكت. ما انت عايز ايه؟ انا عايز يدخلني بقى على الصفحه الثانيه بقى. انا عايز يدخلني على الصفحه على الشاشه الثانيه. مش عندنا شاشه ثانيه اهي اسمها اف ار ام سايت، اسمها اف ار ام ايه؟ دي. عايزين الشاشه دي تتفتح. عايزين اف ار ام سايت تتفتح وشاشه اللوجن تختفي. صح ولا ايه؟ عايزين شاشة الاف ار ام سايت تختفي وشاشة الايه؟ اللوجن تتفتح تختفي. دي شاشة اللوجن تختفي والشاشة التانية دي تتفتح. بدل ما اقول له ويلكم، بدل ما اقول له ولا اقول له يوزر كوريكت، اخش على لوجن وانزل ادور تحت فين؟ قال اهي كنت بقول له يوزر كوريكت. قال لي يا راجل ده كلام برضو. انا عامل برنامج عشان تقول لي بياناتك صح، ما انا عارف انها صح. انا عايز اخفي الشاشة اللي انا فيها دي. ممكن اقول مي دوت هايد او هايد يخفي على طول. وبعدين اقول للشاشه دي شو اعرض لي الشاشه. اقول له اف ار ام سايت دي شو اعرضها لي. اقولها ازاي دي؟ بقول له اف ار ام سايت دوت شو كده معناها اعرض لي الشاشه اللي اسمها اف ار ام سايت
واجي نقطه اقول له ايه هايد واخفيني او اقول له مي دوت هايد بقى الاف ار ام سايت افتحها ولا اقفلني. ده امتى؟ لما يكون لوزر صح. لما يكون لوزر ايه صح. لما اجي اجرب كده يوزر غلط وادوس انتر قال اليوزر نيم والباسورد غلط قلت له خلاص علي والباسورد 1 2 3 ودوس انتر فتح لي الشاشه الايه فتح لي الشاشه الثانيه وبكده نكون خلصنا الايه خلصنا اللوجن خلصنا اللوجن.